متحف جديد. اقرا شيخ احمد. باب تحريم تصوير الحيوان في بساط او حجر او ثوب او درهم او مخده او دينار او وساده وغير ذلك، وتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف وستر وعمامه وثوب ونحوها، والامر باتلاف الصوره. هذا التبويب اخواني في الله بيان حرمه التصاوير، وان الواجب عليك ان تتلف الصور. لا يطبق في هذا الزمان الا صاحب ديانه واستقامه. لا يطبق هذا الحكم الا صاحب ديانه واستقامه. فاصبح موضوع التصاوير مثل شرب الماء حتى مع اهل المساجد. نعم اهل العلم اجازوا الصور للحاجة، مثل جواز السفر، مثل الهوية اللي بين قوسين بطاقة الأحوال المدنية، وهكذا لأشياء. بل هناك بعض الصور واجبة مثل تصوير المجرمين حتى تحفظ في ملفات الشرطة ويقبضوا على المجرمين، وهكذا. وأيضا ألحق أهل العلم بجواز الصور تعليم الناس، مثل هذا الدرس للفيديو وما شابه. فأصبح الناس عندهم توسع وتصور وتصوير لا ينجو منه إلا أهل الديانة وأهل الاستقامة. فإذا وجدت فتاة تهرب من التصوير فاحرص عليها أن تكون زوجة لك، لأن هذه صاحب الديانة واستقامة في زمن الغربة. وإذا وجدت شابا قادرا على التصاوير ويهرب من التصاوير فأعطه ابنتك مباشرة، لأنه صاحب ديانة واستقامة. من أكبر مقاييس صاحب الديانة والاستقامة في هذا الزمان، مقاييس وليس فقط، لكن من أكبر المقاييس، أن ترى هذا الشخص يتصور أم لا، وعليه. فإخواني في الله، أصبح الكلام عن التصاوير كأنك تتكلم عن شيء خيالي. فهذا مجرد أن يلد له الولد وعمره ثواني، أول شيء بيساوي فيه الأب المحترم اللي إحنا بنقول عنه صاحب دي، شو ماله؟ بيصور ابنه ويتصور معه، هذا يستقبله في الحياة الدنيا بالتصاوير، عشان ابنه بكرة يطلع عاق ويقول له يابا أنا، أنت يابا السبب، نشأتني على الحرام يا بني، انا فرحت فيك، فرحت يا بابي بالحرام بالصور. بل قال له يا بني معناته ازيدك من الشعر بيت، شو في يابا حرام ثاني غير؟ قال له اصلا يوم عرسي ما خليت واحد الا تصورت معه صور. الكلام عن التصاوير اصبح نسيا منسيا. امام مسجد بتصور، خطيب جمعة مش هو بخطب الجمعة، بعد ما ينزل من الخطبة شو ماله؟ بتصور للذكرى. بده يأكل بده يتصور، بده ينام بده يتصور، هو صاحبه بده يتصور. وكم حزنت عندما أرى إخواني من طلبة العلم، يا شيخ خزن رقمي، خزن رقمي عندك. وأنا حقيقة ما بحب أخزن رقم أحد، عشان إذا اتصل علي وما رديت عليه ما يفكرني بتقصده. لكن يا شيخ خزن رقمي. حاضر، خزننا رقمه. فإذا بالمفاجأة إذا هو جاعل صورته في الواتساب، شو هذا اللي بيحضر عندي الدرس؟ اللي حاطط لي صورته مع صورة ابنه، واللي حاطط قال قاعد شجرة، واللي رافع لي أصابعه أبصر إيش، واللي مسوي في ايديه هيك، شو خليته للممثلين؟ شو خليته للمشطوبين؟
واللي طالع لي على مرجيح واللي معتمر لابس لي ملابس الإحرام. شوفوني يا خالتي صور ايش يا حبيبي، كله حرام. وتعدى الأمر إخواني في الله، إذا هذا بده يتخرج من الجامعة شو ماله؟ بده يتصور. أنت صاحب ديانة، ابعد عن هذا. وإذا بده يتخرج من المدرسة إيش؟ بده يتصور. وإذا بده يدخل المدرسة، بحكيش عن صور المدرسة بتاعت الملف، بده يتصور هو أمه هو أبوه عفوا. وإذا بده يروح على دار سيده بده يتصور، وإذا بده يطلع رحلة، وإذا بده والأدهى والأمر إخواني في الله، بعض الناس أكاد بديش أحلف إنه لم يحج وحجه باطل، ولكن قضى أوقات الحج في التصاوير. كل ما يروح على مكان ما يطبقش 10% من السنة ومن الواجب ومن الركن، و90% إيش؟ صور بس. إذا بده يطوف لازم إيش؟ تصوره. وإذا بسعى بتقول له يوم العاشر روح طوف طواف الإفاضة، يا شيخ ما هينا تصورنا هون وخلاص. شو تصورنا؟ يو ليلة مزدلفة، يلا صلي الفجر. أنو صلاة فجر ومزدلفة؟ هينا تصورنا مع الشباب، يلا شباب يلا صورة جماعية وكذا، ساعة زمان في مزدلفة ويلا إيش. فعنده في رحلة الحج أقل شيء 100 صورة، وال100 صورة فقط وما فيها روح العبادة. واحد يا جماعة أثناء الطواف جزاه الله خيرا وسامحه الله، كيف يا شيخ يعني جزا الله خيرا؟ أمسك بأمه وهو يطوف بها، لكن سامحه الله ماسكني إيش سيلفي كل شو جا. وهذا مدعاة إلى القدح في الإخلاص. سوف نقرأ الأحاديث الآن في حرمة التصاوير، لكن من الذي يستجيب؟ من هذا الذي عنده ديانة واستقامة في هذا الزمان؟ إذا كنا أصبحنا لا نجرؤ أن نمنع أنفسنا من التصاوير، فماذا نقول لغيرنا؟ والتصاوير من الكبائر، ملعون المصور، ملعون. نتكلم عن كبائر، لكن أصبح الكلام فيها نسيا منسيا. يا شيخ مختلف فيه، يا شيخ هذا حبس ظل، يا شيخ ولا حول ولا قوة إلا بالله، يا شيخ هاي على الخلوي، يا شيخ احنا بنمحيها، يا شيخ هاي بنخبيها، يا شيخ كل واحد بيطلع لك ايش عذر، وكلها أعذار باطلة. وللأسف والأمر أعطيت درس في أحد الأماكن، فبعد ما أعطيت درس أثناء الدرس الكل بصور، قلت ما في مشكلة لتعليم الناس. بعد ما خلصنا الدرس ولو حد ممكن أتصور معك يا شيخ؟ قلت له لا يا أخي حرام. قال كيف حرام أنت الآن كنا نصور فيك؟ قلت له هذا لتعليم الناس، الصورة للحاجة جائز، أما نقعد جنب بعض ونتصور هذا حرام لا يجوز. فيا إخواني في الله، شيخنا مشهور حسن بحث مسألة قبل حوالي أكثر من 10 سنوات في شرح صحيح مسلم، إذا مش من 15 سنة حتى، مسألة كانت تصاوير لسه في أيامها الناس خايفة من التصاوير. بتكلم عن مين؟ عن طلبة العلم، ما بتكلم عن العوام. العوام طول عمرهم بوكلوا وبيشربوا في الصور. بتكلم عن طلبة العلم. تعرف أثار مسألة ماذا؟ هل الملائكة تدخل بيت فيه نقود عليها تصاوير؟ شوف المسألة هاي اللي أثارها الشيخ. هل الملائكة
تدخل بيتا فيه صور على النقود، وأيامها صارت يعني بلبلة ونقاش، يا شيخ هذا للحاجة، الشيخ قال حتى لو للحاجة، الجرو كان موجود والملائكة ما دخلت، والجرو في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أكيد كان للحاجة، ونخل نقاش. أنا ما بدي أثير لك المسألة الآن، لكن شوف المسألة اللي أثارها إيش، إنه صورة على النقود. قالوا له وين نحط مصارينا يا شيخ، وين نحط مصارينا، أنا معي 10,000 ليرة، وين بيتين، بدي الملائكة تدخل بيتي. فقال المسألة تقبل النقاش، ويا ريت إخواني العلماء يعني يناقشوني حتى أجد جوابا على هذا السؤال. هذا مين اللي بيحكي؟ الشيخ مشهور، شيخي وأستاذي. فكيف إذا في هذا الزمان الصور إحنا مندخلها بإيش؟ أنا ومرتي وأنا وابني وأنا وأختي وأحد طلبة العلم تصور هو وبنته ليلة عرسهم، قال لنلبسها ملابس لها ومحط لها إيش، عباية ومغطي وجهها. يا جماعة إحنا جايين نضحك على بعض؟ إحنا بدكم تذكرونا في القصة اللي كانوا يحكوها العوام يتمسخروا على المنقبات، عارفين القصة اللي فيها مسخرة؟ قال امرأة بدها تغطي وجهها، كشفت من تحت وغطت وجهها، فتحت مسموح وتغطية الوجه ممنوع. انقلبت الموازين يا جماعة. يا رجل جمهور أهل العلم على ندبية غطاء الوجه، هذا من السنن، من الفضائل، من الأفضل، من الأقرب إلى الله، من الأتقى، فعل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فعل الصحابيات، لكن ما ننسى الفرائض والواجبات. فبعض الجاهل مسكين بركز على النقاب وبنسى الفرائض، بنسى الفرائض. مقياس الدين عنده إيش؟ إنه عندها بغطي وجهها أو لا، هذا الجزء من الدين. في أشياء أخرى، عشرات الأشياء، إذا بدك تطلع أولاد علماء ولا نشأة صالحة. فيا إخواني في الله احذروا التصاوير، أكثر من هيك ما عندي كلام. نسمع الأحاديث المرهبة، المرهبة من الصور. أنا فاتح مكتبي هون، ما أنتوا عارفين، محل جملة. جاءت إحدى الأخوات فإذا بها تعرفني، وأنا لا أعرفها طبعا، ما شاء الله لابس متسترة فإذا بها تقول يا شيخ أصبح طلبة العلم يتساهلون في مسائل التصاوير ولم يعد عندهم منكرا، وما عاد أحد ينكر الصور. بدها توصل لي الصورة. قلت لها اللي بتحكي أنت في حفل ثاني وأنا أحكي مع طلبة العلم. ولم يستجب إلا القلة الذين يخافون الله. فنسأل الله أن نكون نحن وإياكم ممن يخاف الله وممن يستجيب. فإياك أن تمنع دخول الملائكة إلى بيتك بيدك. بعدين آخر إشي تقول لي والله ما أنا عارف ليش المشاكل في بيتي، ما أنت حاطط مانع دخول الملائكة بيدك. انسى البحث اللي بحثه الشيخ مشهور حفظه الله، موضوع الصور اللي على المال، يا أخي مسامحينك فيها، لأنه جماهير أهل العلم ما بيأثروا عليك ولا بيحذروا من هذا الشيخ. لكن الإشي اللي بإرادتك وباختيارك كيف تدخل الصور. اسمع الأحاديث. يلا شيخ أحمد اسمعوا، في لعن، فيها لعن وطرد من رحمة الله. اسمع أيوة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. إذن هذا أول حرام وهذا أول عذاب. بدناش نتكلم عن الحرام، وكما يقول علماء الأصول القرائن التي تدل على التحريم انتهى. لكن الآن واحد
ما هو العقاب في هذه المسألة في الحديث هذا للمصور؟ ماذا في الحديث؟ ماذا؟ اقرأ اقرأ كمان مرة يا رجل، مش مركزين، الشمالكم بطلتوا تسمعوا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. فيها عقوبتان. العقوبة الأولى واحد، العقوبة الأولى واحد، يعذبون يوم القيامة. مسكوت شو العذاب؟ يعذبون. أنت مصور إلك عذاب يوم القيامة، جاهز ها؟ ما تقولش بعرفش، هيو جاهز إلك عذاب يوم القيامة. تقول لي مختلف وفلان صورة ولا مش صورة؟ والله صورة يا شيخ، بس فيش فيها مختلف مش مختلف، إلك عذاب يوم القيامة جاهز. شيخ مش شيخ، طالب علم عالم، تعذب يوم القيامة، ما في مجال. بدك تكذب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، دخلنا في أشياء الآن معتقد ومصائب أخرى. هاي واحد، يعذبون يوم القيامة. اثنين، اثنين، يقالوا لهم أحيوا ما خلقتم. شوف عقوبة أخرى، أحيوا ما خلقتم. يلا تشوف، يلا احيي احيي الصور اللي تصورتها. وهذا ايش يسمى عذاب؟ ايش اسمه عذاب؟ ايه عذاب؟ ايه جنس الفعل؟ نعم، ربط بالمحال. ما عدناها 10 مرات، خلطكم 20 مرة. نعيد، هسه بدنا نعيد.